هل تريد احتراف المونتاج وبعد الخداع؟ في هذا الفيديو كما ترون وضفت بعض أساسيات المونتاج التي يجب احترافها من طرف كل من يريد العمل على مثل هذا المحتوى، ولدي العديد من التقنيات التي يمكنني العمل عليها. لقي هذا الفيديو استحسان من طرف المتتبعين وتم دعم القناة بالاشتراك. سوف أقوم بتقديم محتوى خاص بالمونتاج سواء بواسطة الحاسوب أو الهاتف وبمعدات بسيطة، بل أحيانا يمكنني الاستغناء عن بعض المعدات كالجرين سكرين بأفكار لا تخطر عن البال، وسوف ترون هذا في الكواليس أثناء الشرح. طبعا لقي هذا الفيديو اهتمام المتتبعين كما ترون، قمت بتوظيف تقنية ازدواجية الشخصية في الفيديو وكذلك تقنية إزالة الكرسي وإدخال بعض العناصر الخارجية للفيديو مثل الديناصور والنار. فإن أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس لتتوصلوا بكل جديدنا ولايك للفيديو. شكرا لكم على المتابعة.